لابد ما نقول لكم بان هذه الاتفاقيه يعني عملناها كخطه طريق 2026 غادي تبدل لا دون ديال السياحه ان شاء الله بلادنا، بحيث اعطينا ارقام انه غادي نمشيو من 11 مليون اللي كاينه اليوم غادي نوصلوا ل 17 مليون ديال السائح، وامكانيات اللي هي واضحه وغادي نوصلوا لها، ماشي غادي نبني ولا غادي نديروا لوطيلات ولا هذا، ولكن كاين امكانيات بالخصوص اللي كتهم يعني الماركتينغ ديال البلاد وكذلك النقل ديال البلاد. فاحنا ذاك النهار في الاجتماع انا كنوصيهم وكنقول لهم الله يخليكم هذه المنطقه ديال الرشيديه وديال وزازات وزاكوه خصها تاخذ الحق ديالها من هذا البنابش، خصنا نعاودوا نجيبوا السياح بكثافه. دابا تقريبا كاينه واحد الطائره في الاسبوع ديال اللي كتجيب هذوك السياح ديريكتومون لرايانير هنا في وزازات، ما كافياش، يعني خصنا نرجعوا النشاط القديم ديال السياحه اللي كان في هذه المنطقه، ولهذا خص لي زوتيل يتصلحوا، خص المشاكل ديال هذاك الشيء اللي مطروح ديال النقابات يعني ديال العمال مع النقابات والاضرابات وداك الشيء خصو يتحيد، يعني خص كل واحد يدير يديه في دخوه ونبنيو ان شاء الله واحد العرض لهذه المنطقه لان الناس بغاو يخدموا، ونشوفوا امكانيه انه لنا منطقه جذابه، منطقه كيبغيوها الناس، ولو مينيموم داك الشيء القليل اللي غادي نديرو يعني في الاستثمار ديالها غادي تشوفوا بانه غادي يجيب واحد السياحه كثيره. ويعني الارقام حنا بلي كنشوفوا غير جونفي وفيفري زعما الارقام ديال السياحه ديال بلادنا يمكن ما نعطيهاش اليوم حتى تعطيها السيده الوزيره راه كبيره بزاف بالنسبه ل 2019. الحمد لله كاين واحد البروغريسيون اللي هي كبيره وغاديين في هذا الطريق، وكاين امكانيات اخرى لانه بلادنا اليوم يعني مطلوبة، بلادنا جميلة، بلادنا فيها استقرار، صاحب جلالة الله ينصرو اللي جابوه، وكذلك بلادنا فيها إمكانيات وفيها فريق وطني وفيها واحد لا كوب دي موند للتعبات ولا كوب دي موند إن شاء الله إلى توفقنا إن شاء الله حتى هي تجي. هذو كلها إمكانيات باش السياحة، فلهذا وزازات زاكورة ورشيدية خصهم يكونوا في الموعد وياخذوا الحق ديالهم في هذا الشيء هذا، وتنغي والمنطقة كلها ياخذوا الحق ديالهم إن شاء الله في هذا الاستثمار اللي غادي يكون، وأنا شخصيا غادي نوقف على هذا الشيء.